هلا هذا المشروع حلاوته انه نحن قادرين ننجحه باصغر الاماكن والاماكن اللي نحن اصلا ما كنا نستفكر انه ممكن نستثمرها. يعني نحن هلا اي سطح بنايه معرض للشمس فينا نستثمره بهذا المشروع. نحن اي منطقه مثلا مزرعه او مشاريع قيد الانشاء او مصانع فينا نحن نستثمر اسطحها, نستثمر المناطق المهمله بقلب المزارع لحتى نستثمر بهذا المشروع. أكيد الواقع ممكن يفرض تغيرات حسب ظروف المناخية اللي ممكن تأثر على نمو الشتلات أو حسب أسعار السوق اللي ممكن تنزل فجأة أو تطلع فجأة بسبب عدم استقرارها. فجدول الاقتصادية لهلأ هي فينا نقول نظرية أكثر ما تكون عملية, لكن نظرية بالحالات السيئة منها هي كانت قادرة أنه تعيل أسرة من 3 أشخاص.